أعزائي الآباء والأمهات، عندكم من أطفالكم أحد مصاب بالتهاب اللوز الحاد وقالوا له عملية؟ عندكم أحد من أطفالكم مصاب بماء خلف الطبلة؟ أو أحد من أبنائكم مصاب بالهربس البسيط الواضح على الشفة؟ ما عليكم إلا استخدام حبوب أو شراب أو حلاوة الجيلاتين الصغير من خلاصة عشبة الأكينيشيا، أفضل مضاد حيوي طبيعي يقضي على التهابات اللوز بفترة وجيزة، ومفيد كذلك للماء خلف الطبلة بدون فتح ثقب في الطبلة للقضاء عليه، وكذلك يعالج الهربس البسيط خلال فترة من شهرين إلى 4 شهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الأكينيشيا اللي هي حشيشة القنفذ الأرجوانية، هذه يعتبر من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية. حشيشة القنفذ الأرجوانية اللي هي الأكينيشيا، هذه تستخدم لاحتقانات اللوز، التهابات الرئة، السل الرئوي، كذلك الماي خلف الطبلة. ما يحتاج عملية جراحية، الماي خلف الطبلة عند الصغار الأطفال يستخدمون الأكينيشيا. في جرعات الأطفال خاصة، في جرعات الكبار. أنصح أنا بالأكينيشيا، تلقونها عند محلات هولند أند بارت في الأفنيوز، وعندهم كذلك فروع أخرى في الكويت مثل البولافارد في إسلامية. هذه مضاد حيوي طبيعي أفضل من العكبر اللي هالأيام منتشرة عنا الدعايات. الأكينيشيا مرة ثانية أوصيكم بها. شكرا، الله يعطيك العافية.